صباح الخير لكل حدا انضم لنا عبر شاشة سما الفضائية بنهار جديد عم نطلع عليكم رنا وأنا لنبدأ مشوارنا الصباحي واشتقنا لها لرنا أنا استأذنتكم اللي الكل صار يسأل وين رنا كويتر ليش ما عم تطلع رنا كويتر اشتقنا لها إجازة إجازة هي مشان تشتاقوا لي سعد صباحك ورد وأنا اشتقت لكم كثير وأكيد اشتقت لصباحي معكم ومع أكيد المشاهدين لحتى هيك دائما نبدأ نهارنا بنشاط وبحيوية شكرا شكرا يا ورد وأكيد نحن كل يوم مننطر لحتى تشرق شمس جديدة وبيشرق معها أكيد صباح جديد إن شاء الله يكون مليان بالأمل والحيوية والنشاط فأكيد لما نستقبل يومنا ورد بكلمات تكون خلينا نقول إيجابية بيكون أكيد لها دور بأنه تعطيناك أيضا طاقة إيجابية للشخص اللي عم يسمعها أو لحتى عم يقراها فلا شك أنه هذا الشيء له نتيجة مميزة بإنجاز الأعمال بأن نحقق كل الأهداف اللي نحن نطمح لها 100% مهما غبنا منكون عم ننجز ونتقدم ومهما نحن ضلينا عم نحقق أحلامنا منكون عم نتقدم بهالحياة رغم كل المصاعب يعني منقول صباح الخير لكل حدا عم يستمر بالكفاح مهما كسرت الأيام أحلامه ولكل شخص إيجابي عم يقاوم لأجل مستقبله وأمنياته أكيد مشاهدينا العديد من المواضيع والضيوف والفقرات لحلقة اليوم رح نتعرف على أبرزها بهالعناوين اعتبار في القانون السوري شروطه وأحكامه لغز قرية التوائم الهندية يحير العلماء استبدل الخبز بالجزر وراقب ماذا يحدث لجسمك وداء الزهايمر والنسيان أهم الأسباب طرق الوقاية والعلاج المدرسة الباكستانية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلبتها لعام 2021 بدمشق وبفقرتنا الفنية لليوم مع هدى رح نتعرف على قصة حب جديدة يمكن بين عمرو دياب ودينا الشربيني وجوزيف عطية عم يغني للحلوين والكثير من أخبار الفن يعني مثل ما هيك بلشنا صباحنا بنشاط وحيوية أكيد كمان مميز نبدأ نهارنا ونحن أكيد حاسين بسعادة وراحة ولكن هذا الشيء للأسف نادرا ما نحصل على هذا الشعور فأكيد كثرة المسؤوليات وصعوبة الأعمال المطلوب تنفيذها والعراقيل والمشاكل اليومية وأيضا الأخبار السيئة كلها بتأثر على حالتنا المزاجية وبتخلينا يمكن أكثر تعاسة وحزن فيمكن منعجز أنه نعمل كل مهماتنا بشكل طبيعي وبشكل عادي إذا بدنا نفكر مثل ما عم تحكي أكيد رح نعجز أكيد رح نقول ما بدي أعمل ولا شيء وخليني ضل قاعد بالبيت والطاقة السلبية محيطة حولي طبعاً. وما في أفضل من أنه نبلش نهارنا بغنية أو بغنية مفضلة عنا سواء كانت كلاسيكية إيقاعية سريعة المهم النتيجة تعطينا الحيوية والنشاط ونشوف شلون رح نحس بالسعادة ونحسن مزاجنا ونقوم بمهامنا طيلة النهار لأنه لازم ننجز ولازم بتونس عم يعملوا عملية لزراعة شعب مرجانية داخل البحر نحن بنعرف انه الشعب المرجانية ممكن تنمو او تطلع باماكن معينة بيكون الحيد المرجاني بمكان مغلق نوعا ما ولكن نحن لما عم نحط الشعب المرجانية بقاع البحر بمكان معين فنحن عم ندخل كائن طبيعي يمكن لبيئة مغايرة صحيح وهنا يمكن الخبر عم بيقول أيضا ورد أنه هي عم تكون مثل ما قلنا شعاب مرجانية ولكن صناعية عم يتم وضعها بهذا المكان يعني اليوم بتحس عن جد ما في شيء الإنسان صار يعجز عنه يعني مع يمكن التقدم والتطور اللي عم بيصير صار كل شيء متاح وكل شيء موجود رح نشوف الخبر أيضا اللي بعده ونحكي وندردش عنه كمان في مقهى بمحطة القطار بالعاصمة الكمبودية رح نشوف ونحكي أكثر عن هذا المقهى يعني بنشوف أكيد الناس كمان هل نحن اليوم بسوريا ما عندنا كثير يمكن موضوع المترو والقطارات ولكن هذا الموضوع برا هو موجود كثير والناس تحتاج يمكن لفترات استراحة يمكن لتنطر وقت القطار أو تنطر بين القطار واللي بعده فكمان وجود هذا المقهى بيساعد بهذا الموضوع وبجدول ومواعيدهم أنه أنا عندي مثلا ساعة ونص بالقطار أو المترو فأنا ممكن شو بدي أنجز بهالساعة ونص تمام بدي أقرأ كتاب بدي أكتب ملاحظات بدي مثلا على اللابتوب أشتغل كم شغلة صح حتى ما ضيعوا هذا الوقت بالمواصلة
غاز الضحك هو علاج جدا مفيد للاكتئاب. بنعرف نحن الضحك قديش له فوائد ان كان على العضلات وان كان على النفسيه، فايضا ضمن اخبارنا لليوم رح نشوف شو في معنا من تقارير ومن فقرات ومن اخبار حول العالم. منتابع سوا. جولتنا المنوعة بلشت وبداية أخبارنا من تونس. فقرر نشطاء بإيون مكافحة أضرار التلوث على الشواطئ المطلة على البحر المتوسط بزرع شعاب مرجانية صناعية بقاع البحر لتعزيز الحياة البحرية ومحاولة لخلق مساحات يمكن للكائنات البحرية أن تضع بيوضها فيها ومنها الحبار. على اعتبار التلوث الناجم عن تغير المناخ ومياه الصرف الصحي غير المعالجة، البلاستيك، مزارع الأسماك والصرف الصناعي أثر على قطاعات كبيرة من الساحل التونسي. وخبرنا الثاني عن عربة قطار تم تحويلها لمقهى بيستقطب هواة السيلفي ومحبي السفر بكمبوديا. فمنذ بدء انتشار جائحة كورونا توقفت رحلات القطار بهالبلد، لكن عشاق السكك الحديدية وجدوا الفكرة المثالية لإشباع تعطشهم بالسفر. وما طلب تحويلها العربة لمقهى سوى تعديلات بسيطة يلي هي استبدال المقاعد القديمة بمقاعد مريحة أكثر. وتم اعتبار فكرة تحويل عربة قطار لمقهى بتنبع من الحاجة لتوفير دخل للشركة وتأمين عمل الموظفين في العاصمة الكمبودية خلال الجائحة. أما خبرنا الأخير عن فريق علماء من جامعة شيكاغو اكتشفوا أنه استنشاق نسبة 25% من أكسيد النيتروز لمدة ساعة كانت فعالة تقريباً لتخفيف من أعراض الاكتئاب عند الأشخاص يلي ما استجابوا للعلاجات الأخرى مثل مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية لمدة بتصل لأسبوعين، وأطلق عليه اسم غاز الضحك. وتبين أن المرضى عند تلقي جرعات منخفضة منه بيدخلوا بحالة من النوم الطويل بدل من قضاء ساعة بنوبات من الضحك. واشتهر غاز الضحك باستخدامه كمخدر بيساعد على تخفيف الآلام على المدى القصير أثناء علاج الأسنان وبعض العمليات الجراحية. مثل ما بنعرف المشاهدين لهم حصة واسعة بحلقاتنا دائما، الرقم 93429342 لازم تحفظوه، وإذا ما لكم حفظانينه صار موجود أسفل الشاشة لحتى تتصلوا فينا تصبحوا علينا. ونتمنى لبعض نهار سعيد ونطرح تساؤلاتنا على ضيوفنا المتخصصين بمواضيع متنوعة. موضوعنا الأول لليوم عن القانون السوري، بنسمع بعدة مصطلحات قانونية بحياتنا العملية، البعض منا ممكن ما يلفت انتباهنا والبعض الآخر غريب بمعناه وبمفهومه الدقيق. لهيك اليوم ما ورد وبفقرة القانون منحب نسلط الضوء على دائما يعني مفاهيم بالقانون السوري، وموضوعنا لليوم هو رد الاعتبار، رح نحكي فيه مفصلا مع الأستاذة المحامية لمى الجمل. أهلا وسهلا فيكي، سعد صباحك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. مثل ما ذكرت بالمقدمة على طول نحن غير المتخصصين نسمع بمصطلحات قانونية يمكن ما نفرق بيناتنا، يمكن ما بتهمنا تفاصيلها، ولكن منلاقي حالنا يوماً ما بحاجة حدا يشرح لنا شو يعني هذا المصطلح. مصطلحنا اليوم رد الاعتبار، كيف عرفوا القانون؟ اليوم بكل بساطة القانون بيقول أنه أنا في عندي محكوم وأنا بدي أرجع أدمجه بهيدا المجتمع، بقول أنه أنا لازم إعادة اعتبار. كيف؟ شو بعمل؟ أنا بيكون عندي جريمة جناحية أو جنائية. هي بتضل موجودة على صحيفة السجل العدلي. أنا كيف لحتى أقدر هيدا الشخص اللي خلص محكوميته ونفذ واجبه تجاه المجتمع على الجريمة اللي ارتكبها أني أنا خليه يرجع يندمج بالمجتمع؟ بدي أعطيه شيء اسمه إعادة اعتبار، أي تخليصه من آثار هذا الحكم الموجودة على خلاصة السجل العدلي. بكل بساطة هذه هي إعادة الاعتبار. تمام.
طبعا. يعني خلينا نقول تبرئة الاسم أو نظافة الاسم من جديد لحتى هو هذا الشخص بعد ما هو مثل ما قلنا نفذ محكوميته وعاش هي الفترة اللي هو بتنفيذ الحكم المفروض عليه يرجع هو يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي. إذا نحن بدنا ننظر على فلسفة الجزاء والعقاب بالأصل هي فكرة تأديبية لحتى يرجع يردع عن إنه القيام بعمل مضاد للقانون المجتمعي. طبعا. لأنه بالأخير حتى قانوننا هو نابع من المجتمع اللي نحن عايشينه. طيب أنا إذا اليوم عاقبته وحرمته فرصة إنه يقدر يعمل شيء ويندمج بالمجتمع فأنا معناتها هون حرضت على إنه يعيد جريمته لأنه أنا ما عاد عطيته الفرصة لأنه يرجع يقدر يكون موجود. نبذته أنا نفيته تماماً. تماماً أنا ما عاد يقدر يشتغل لأنه ما بيقدر يطالع على حكم عليه ما بيقدر يقدم على مناقصات فأنت اليوم بدك ترجع تدمجه بالمجتمع لحتى تخلي منه مواطن صالح تساعده إنه يقدر يعمل شيء ويرجع يندمج بهذا المجتمع. تمام. طيب فينا نقول إنه كل الأشخاص هن بحاجة لرد الاعتبار يعني الأشخاص عم نحكي اللي هن بيكونوا محكومين بجرم معين أو كل أنواع خلينا نقول الجرائم هي نقدر نحن بعدها وبعد تنفيذ الحكم إنه نعمل رد الاعتبار هي أو لا؟ هي الفكرة إنه نحن المحكوم بعقوبة جنائية الوصف أو جناحية الوصف هو يستطيع أن يقوم بعملية رد اعتبار له بعد تحديد لا نحن في عنا نوعين إذا كانت اليوم قضائية ففي تحقيق هو بكل الأحوال لازم يكون في تحقيق شروط معينة لحتى يقدر يحصل على رد الاعتبار. طيب خلينا نفوت معناتها بالشروط المعينة فورا. أنا كشخص بدي أعمل رد اعتبار لحدا على شو بنظر؟ بنطر مدة زمنية لانقضاء الحكم هذا الشرط مثلا لازم يتم المحكوم محكوميته في جرائم لا يتم رد الاعتبار إلى؟ طيب هلأ نحن بالشكل العام رد الاعتبار حق لكل محكوم باسمه بعقوبة جنائية الوصف أو جناحية الوصف ولو كان مثلا عقوبة مشددة؟ خلص خلص عقوبته ما دخل هي بهي ما لها علاقة خلص اليوم أنا عندي حقه برد الاعتبار المادة 158 بتحدد شروط بالقانون العقوبات بتحدد شروط رد الاعتبار القانوني والمادة 159 بتحدد القضائي بتحدده 158 القانوني بتحدده 159 أو بجوز بالعكس ما نكتب تمام هلأ نحن ما كتير مندقق على الأرقام ايه. للمواد ايه المهم نحن نأخذ المضمون للمواد الفكرة تمام فاليوم الكلام واضح إنه كل من حكم بعقوبة جنائية أو جناحية الوصف يرد اعتباره في عنده إمكانية على أنه يرد اعتباره امتى وكيف حلو اليوم لحتى نحكي كقانونية لأنه إحنا عنا طريقة اثنين عنا رد اعتبار قانوني فهو بحكم القانون اليوم ما بيحتاج إلى مطالبة متى ما تحققت شروط فهو بحكم القانون بيصير اسمه ولو هو ما رفع دعوى رد اعتبار هلأ بنحكي بالإجراءات بعد بشوي رد الاعتبار القضائي بيحتاج لأنه نحن كمان يحقق شروط معينة ويروح كمان بالحالتين لعند قاضي الإحالة ويقدم طلب بس بقى بعد هيدي القصة ببين معنا نحن هلا بعد شوي بالإجراءات نحن شو الفرق القضائي عن القانوني بالقضائي لازم عن تحقق عنا أربع شروط نحن اليوم إذا محكوم بعقوبة جنائية الوصف لازم يمر 7 سنين من تنفيذ الحكم انتهاء تنفيذ الحكم بعد تنفيذ الحكم ما يكون خلص المحكومية تبعه بـ7 سنين إذا جنائية الوصف إذا جنحوية الوصف 3 سنين تمام طيب وبركي ما نفذ الحكم بده يكون يا ساقط بالتقادم يا ساقط بالعفو نفس الشيء لمرور 7 سنين بعد سقوطه بالتقادم او بالعفو او وصل 3 سنين بعد السقوط خلص السؤال بهي المده اللي هي عم نحكي 3 سنين او 7 سنين هو ما بيقدر يمارس اي من حقوقه المدنيه لا ما بيقدر خلال هاي الفترة أوكي. لأنه هون بهذه المحل هو بس هذا شرط من الشروط ما في شيء اسمه غير محكوم تمام لأنه هي بالآخر برجع لك هي الفترة لحتى إعادة دمجه لحتى اليوم يورجي المجتمع أنه أنت هذا اللي عملته شوف شو عملت بحالك أنت أخذت العقوبة ورجعت بقلب المجتمع لأنه أنت عم تحكي عن جرائم شائنة لما بتحكي عن جناح تمام وعن ما عم نحكي على جرائم بسيطة عن جنايات تماما أنت لما بنحكي عن هذا الوصف بالقانون الجزائي فعم نحكي عن شيء كتير كبير بحق المجتمع. طيب شو الشرط الثاني بعد مضي المدة؟ بيقولوا إنه في عندك إنه ما يكون صدر عليه ولا حكم ثاني لا جنحوي ولا جنائي لأنه أي حكم جديد هو بيقطع المدة. شو يعني قطع المدة؟ يعني كلها تكنسلت ورجعنا بلشنا من جديد. يعني ممكن يكون خالف إشارة مرور فهو رفع غيابياً وانحكم. لا لا رد جنائي أو جنحة. رد مرة ثانية جناية أو جنحة عمل أخذ حكم جديد أو جناية أو جنحة أكيد مو مخالفة وأكيد مو مدني عرفت علي مو مطالبة لا أنا بعرف إنه بالمرور إذا نحن ما رحنا مثلاً ودفعنا مخالفات فبالسنة سنتين ثلاثة بيصير محكمة ويرفع غيابياً
اي هلا محكمه السير ما بعرف هي ما لها علاقه. نحن لما بنحكي عن جنح وجنايات فبنحكي عن قانون عن محاكم بدايه جزاء، محاكم استئناف جزاء، ما بنحكي محاكم سير، ما بنحكي قانون محاكم بدايه مدنيه، ما بنحكي محكمه بدايه تجاره، عرفت علي؟ طيب منكمل بعد ما قلنا انه هو ما طلع عليه شيء. اليوم اذا الحكم فيه التزام مدني مالي، لازم يكون او هو الالتزام المالي تعويضا او غرامات لازم يكون نفذها. رابع حكم انه هو لازم يكون اخذ شهاده حسن، رابع شرط هو انه لازم يكون اخذ شهاده حسن سلوك من اقامته، فتره اقامته بالسجن. تمام. هيك صار لما بيحقق هي الشروط او تحققت الشروط بالشو اسمه، لانه اليوم في مواد بتقول انه مثلا شلون بيصير حكما هذا الشخص لازم يكون عنده رد اعتبار. بيقول لك اذا معاقب بعقوبه جنحويه مقيده للحريه او مانع لها، هذا حكما بيصير عنده رد اعتبار. هذا بحكم القانون، فهذا رد الاعتبار تبعه قانوني. تمام. طيب انا اليوم رد اعتباري قانوني ولا قضائي؟ بدي اروح لعند قاضي الاحاله، هو بيحدد بيقدم طلب. لا وانا لازم اكون عارفان حقي. هو الشخص، هو الشخص نفسه بيروح بيقدم الطلب، طيب او انه محامي اذا كان في عنده محامي وكيل عنه، قدم الطلب، القاضي شاف انه اليوم بحق طبعا بيشمل فيه للطلب تبعه الماده القانونيه اللي بتنطبق عليه لحتى القاضي يكون عارفان نحن وين. طيب لما شافها بحكم القانون اشر بالموافقه وبعثها للنائب العام، وبعدين النائب العام احاله دغري للسجل العدلي ليمحو الواقعة. طيب اذا لا هو الحكم قانون قضائي شو بدنا نعمل؟ بده يروح لعند قاضي الاحاله، قاضي الاحاله بيبعثها للنائب العام بحيله ليبدي رايه وبيرفعها للمحكمه المختصه، لانه هون في 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 حاله تقديريه، في سلطة تقديرية للقاضي، في حالة تقديرية. تمام. والسلطة التقديرية للقاضي هي للقاضي اللي درس الدعوة كاملة، فاللي أصدر الحكم، فهو يا بيوافق بيقول أنا أوكي بعمل له رد اعتبار، يا بيرجي قرار رد الاعتبار بالرفض، طلب رد الاعتبار. يعني هدول الطريقين فعلا إن كان قانوني وإن كان قضائي، لأنه لما في قضايا بدها تقدير للقضاة أو للجنة مثلا المشرفة أو في لجنة متخصصين ببعض الدعاوى والمحاكم. أكيد. طيب بهل 7 سنين أو 3 سنين اللي اعتباره لم يرد بعد، ما فيه يتزوج، ما فيه يبيع ويشتري، ما فيه يعمل أي معاملة مدنية؟ بده الشيء اللي ما بيقدر عليه هو الشيء اللي بيحتاج لحكم عليه. كل شيء معاملات، لأنه هو بيروح ليطلع لحكم عليه بيطلع له محكوم. طبعاً. وليس غير محكوم. طبعاً. إيه غير محكوم. طبعاً. فما بيقدر يعمل كده. فهو عندك المناقصات، التقديم على الوظائف الدولة العامة، فهي بتحتاج. حتى ولا هلا الخاصة عم تحتاج لحكم عليه. تحتاج لحكم عليه أيضا. طيب رح ناخذ أول اتصال أستاذة لما، معنا أنس من حلب. صباح الخير أنس. صباح النور. كيفك أنس؟ الحمد تمام. أهلا وسهلا فيك. شو سؤالك للأستاذة لما؟ تفضل. سؤالي عندي إذا واحد محكوم بفترة الأحداث وطلع عنا ما عم يطلع عليه، ممكن يعمل رد اعتبار اذا القصه ماضيه عن 10 سنين او اكثر، يعني من 2009 او هيك شيء؟ تمام. هو مفقود محكوم بفتره الاحداث. اوكي. بفتره الاحداث تقصد هو قاصر ولا يعني قبل السن القانوني؟ قبل السن القانوني انا. تمام. اوكي رح جاوبك الاستاذه، شكرا لاتصالك. القاصر اللي تحت ال 18 سنه وانحكم كمان بده رد اعتبار مثلا؟ هلا انا ماني متاكده، انا صراحه مش عم بكون عم جاوب نادي انه اصلا بصير عليه محكوم، ما بعرف، لانه هو القانون الاحداث له 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 خصوصيته، في يعني طريقه خاصه. لنفترض طلع حكم بحدا حدث او قاصر، قاصر تمام، وقالوا انه هذا لازم يقضي 3 سنين مثلا بدار اعاده التاهيل او حكم بحكم معين، هذا يدخل في سجله انه هذا حكم بهالقصه ولا بده رد اعتبار؟ هلا برجع لك، انا لست اعلم هذه الجزئيه تبع، بس بالشكل العام اذا كان يستطيع انه اذا كان عنده شيء له علاقه بانه هو فعلا فقد اعتباره وبيطلع عليه محكوم، فهو بيقدر يفوت بالشكل العام بانه يرد اعتباره. تمام. بس انا ما بعرف جزئيه الاحداث كيف تتعامل معها. تمام. صراحه. طيب انا هون كمان في عندي سؤال، في اشخاص بس ينحكموا بعده قضايا بنشوف انه ممكن يصير في حجز على اموال او املاك معينه، ان كان ايام لهم او حتى مثلا زوجة الشخص او حدا من اهله ممكن يتم حجز على اموال معينه، وغالبا هي بتكون بالقضايا اللي فيها مشاكل ماليه وهي الامور. من بعد ما اعتبرنا هذا الشخص طلع فيه الحكم ونفذ الحكم، امتى بيتم فك الحجز
عن مثلا اراضي، عن عقارات، عن اموال معينه. هي القصه ما لها علاقه باعاده الاعتبار، هي القصه متى ما نفذ التزامه تجاه الجهه طالبه الحجز بيقدر يطلع هو بيطلب ما لها علاقه برد الاعتبار ابدا. لا تمام. ما لها علاقه. اليوم انا اذا نفذت التزامي تجاه الجهه طالبه الحجز انا خلصت اموري، بطلب من المحكمه اني انا نفذت تفضلوا لو سمحتوا ارفعوا لي اشارات الحجز اللي موجوده على املاكي او اموالي. تمام. اتصال جديد صار جاهز معنا من دمشق. سليمان مساء الخير او صباح الخير. صباح الخير يا سليمان. هذا موضوع رد الاعتبار اخذنا لنفكر قانونيا بشكل مكثف. صباح الخير. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. سؤالك للاستاذ تفضل. في السؤال للمدام بعد اذنك. تفضل. انا عملت حادث من شيء 6-7 شهور، انا وابني قلبت فينا السياره، يعني قضاء وقدر الحادث. بالمرور قالوا لي بيطلع له بدل ضد الغير لابني مو إلي. بدل ضد الغير. هذا ضد الغير. اوكي. ايه يعني ابني بيطلع له التعويض من التامينات. ايه. عملت معامله وطلبوا مني بيان دعوى وعملت اسقاط حق. هم لما شافوه قالوا لي ايه ما بيطلع له تامينات لانك عامل اسقاط حق انت وابنك. عامل اسقاط حق، فخلص انت تخليت عن حقك. اوكي. هلا اول شيء الحمد لله على سلامتكم انت وابنك، ويعني المهم انه انتم بخير. بس الفكره هون بترجع لشروط عقد التامين اللي حضرتك موقعه مع الشركه. هون اللي لازم الواحد ينتبه للبنود. هلا في ايام حسب الشركه ايام بيستغلوا اي ثغره موجوده بالعقد. ثغره او ايام عفوا لا تزعل مني، انا كثير اسفه للكلمه لانه شوي صعبه، بس هي واقع. بيستغلوا جهل المتعاقد. يعني اليوم في اشياء ما بيعرفها. اي تمام. فاذا ما طالب فيها قضائيا ما حدا بيقدر يجاوبه ويقول له انت ما بيطلع لك. وهو ما بيكون بيعرف، فهو ترك حقه وراح. فلازم اي عقد بيعمله اي شخص يكون على درايه وقراءه دارئه ودراسه كامله لكل بنود العقد اللي هو عم يوقع عليه. هو هذا غالبا المفروض يكون بند موجود بالعقد. انه انا اليوم اذا انت اسقط حقك وانت ما بيطلع لك، او لا اذا ما اسقط حقك، او انه لا عرفت علي. فهي طبعا لبنود ثغرات صغيره هي اللي بتاثر. رح ناخذ كمان اتصال معنا. ضحى من مسياف. صباح الخير ضحى. يسعد لي صباحك. صباحك اهلا وسهلا فيكي. صباحك يا رب. تفضلي شو سؤالك؟ الله يخليكم. بعد اذنك سؤالي. شخص انحكم 7 شهور وطلع براءه. وبعد ما طلع براءه كان هو موظف بس ما رضيوا يرجعوه على وظيفته. ثواني، ما في شيء اسمه انحكم وطلع براءه. هو لا مو انحكم، قصدي انه توقف. عفوا توقف 7 شهور. تمام. ما انحكم وبعدها طلع براءه. توقف 7 شهور الشخص وطلع براءه، يعني وفي حكم محكمه ببراءته. حلو. اليوم هو موظف، حاول انه هو موظف يرجع على وظيفته فما رجع. موظف جهه عامه ام موظف جهه خاصه؟ لا عامه. طيب اليوم القانون دولي. اليوم القانون بيقول انه هو المفروض يكون في قرار طالع من مديره شخصيا بيقول انه هو في عنده مشكله وفي المفروض يتوقف. هي كمان بيرجع بمعامله، بيرجع برد اعتباره بقلب المؤسسه اللي هو فيها وبيقول انه انا طلع حكم بالبراءه. معامله ببلش فيها بالشؤون القانونيه انه هو ما عليه حكم فعليا. يعني هو اذا راح ليطلع بيجيب خلاصه الحكم اللي هو طلع عليه بالبراءه وبيحطه طبعا اكيد بيكون حطه بالاصل بالتنفيذ، بيطالع معه لا حكم عليه وبيروح بيورجي اليوم الجهه اللي يكون كان هو موظف عنده انه هو ما عنده مشكله وانه هو لم يحكم عليه، هو تم الشك فيه او اي شيء. لانه اي حدا معرض ليكون بهذا المحل. صحيح. لأنه بالأخير هي القصص تحقيقات، فممكن ينشك بشخصه بالأخير. إيه ما له علاقة بالأخير. طبعا. يعني مجرى التحقيق. فهو من بيبلش من الشؤون القانونية بنفس المؤسسة اللي كان فيها بالأصل، بيقدم فيها خلاصة الحكم ولا حكم عليه وبيمشي بإجراءات طبيعية جدا لحد ما يشيل القرار اللي هو بيمنعه من الرجوع إلى وظيفته. تمام. يعني هي التفاصيل القانونية ضروري يكون عندنا دراية فيها طبعاً. ككل مواطن سوري. يعني المشكلة اللي رنا وأستاذة لما البيروقراطية اللي بتكون، يعني القانون السوري يحترم صح، ولكن لازم يكون مرن بتطبيقه من الجهات اللي عم تطبقه. موظف شك بأمره، تم إيداعه مثلاً لخلص التحقيق، طلع براءته أو تركه،
فهذا الغياب لازم يكون مبرر، لأنه الجهات الرسمية بتقول موظف غاب أكثر من 16 يوم يمكن دون تقديم أي تبرير طبعاً. بحق لهم ياخذوا إجراءات طبعاً. والشغلة الثانية هو المفروض بيجيب الحكم لحتى يبرر هي المدة ولحتى يطالب برواتبه اللي راحت عليه لأنه هي من حقه. صح تمام تمام. ما ضل غير نتشكرك كثير لمعلوماتك اللي شاركتينا فيها. يسعد صباحك. صباحك شكرا كثير لك استاذه لما شرفتينا. مشاهدينا، يعني يعد الجزر هو بديل جيد للخبز، فهو اكيد له فوائد غذائيه مثيره للاهتمام، بالاضافه اكيد لدوره بتعزيز فقدان الدهون. لهيك تناول جزر يوميا رح يساعدك على فقدان الوزن. وقدمت احدث الدراسات يا رنا معلومات مهمه لما نستبدل الخبز بالجزر. فشو بيصير إذا نحن تناولنا الجزر بدل الخبز؟ نعرف مع بعض. مثل ما منعرف، أهم شروط الإنقاص الصحي للوزن خفض استهلاك الكربوهيدرات وزيادة استهلاك الخضار. ولتحقيق هالشروط ممكن تبدأ بخفض استهلاك الخبز يلي بتتناوله بكل وجبة ويلي عادة بيكون استهلاكه مرتفع جداً وتستبدله بالجزر. يعد الجزر بديل جيد للخبز، فهو له فوائد غذائية مثيرة للاهتمام، بالإضافة لدوره بتعزيز فقدان الدهون. لهيك تناول جزر يومياً رح يساعدك على فقدان الوزن. الجزر بيوفر نسبة منخفضة من السعرات الحرارية بمعدل حوالي 40 كالوري لكل 100 جرام، وهالشي بسبب تركيبته العالية من الماء يلي تقدر بحوالي 89%، بالإضافة إلى أنه بيحتوي على كمية جيدة من الألياف نحو 2.9 جرام لكل 100 جرام. بالمقابل، الخبز يلي عم تدخله لجسمك يومياً كل 100 جرام منه بيحتوي على 50 جرام من الكربوهيدرات و266 سعرة حرارية، بالإضافة لكمية من الدهون والأملاح. ما بدنا ننسى أنه الجزر بيتميز باحتوائه على فيتامين إي والكاروتينات، وهالشي بيساهم بتحسين أداء البصر، كما أنه بيساعد على الحفاظ على صحة الجلد والأغشية المخاطية، وبيحمل خلايا من الآثار الضارة يلي بتلعب دور بالشيخوخة. وبالنهاية أكيد ما رح ننهي الخبز من حياتنا للأبد، بس ينصح بتقليل استهلاكه. وإذا اخترت أنك تاكل خبز مع وجبتك، فيفضل أنه يكون مصنوع من الحبوب الكاملة. أحياناً بننصح الناس بشغلات نحن ما بنعملها يا رنا، فنحن بننصح على طول بالرياضة الصباحية، لبين ما مبارح جربت الرياضة قبل الشغل. كيف حسيت؟ وزادت الإنتاجية. في نشاط بيكون فعلاً، بيكون في حيوية، الاستيقاظ باكراً وأتمام مهمة القيام بالرياضة الصباحية بيعطينا شعور بالإنجاز والتحفيز اللي بيستمر لبقية النهار. واسألوا مجرب. يعني هلا أنا المشكلة ما فيني كثير أحكي، يعني أنا بنصح العالم بس أنا لا قبل الشغل ولا بعد الشغل. في كسلنا شوي، يعني أكيد الرياضة الصباحية مثل ما خبرنا ورد أكيد بتساعد على يمكن تحسين القدرة على اتخاذ القرارات والقدرة على التركيز، مما يزيد من إنتاجية ونجاح الشخص لبقية اليوم. فيعني ليش لحتى ما نمارس الرياضة؟ صباح الخير. رح نبلش اليوم تمريننا مع بعض. بلش احماء بسيط بالمكان، ماشي؟ 2 3 4 5 6 7 كمان مرة. 2 3 4 5 6 7 حافتح الرجلين، ايدين عصوات وركي، رح انزل يمين وشمال، عم حرك الخواصر. 1 2 3 4 5 6 الحركة عم تكون من جزعي، رجلي ثابتين، رح أحاول أسرع شوي مع خصر. 1 2 3 4 5 6
سبعة ثمان واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة سبعة هل أسرع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية كمان أسرع شوي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وآخر مرة بريح باخذ نفس ارفع كوعي فوق بدي انزل ايدي اليمين لتحت كوعي لفوق واحد في تنية بسيطة بالركب وركي لورا اثنين ثلاثة عم بنزل على نفس الجهة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كمان مرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بريح باخذ نفس وانتقل على الجهة الثانية كمان الشمال تحت ايدي اليمين لفوق واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وآخر خمسة خمسة أربعة ثلاثة اثنين وآخر مرة بريح باخذ نفس بنتقل للتمرين اللي بعده. هلا الإيدين رح يكونوا زاوية قائمة كمان رح انزل بضغط على الخصر لتحت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة سريع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وبريح. نكون اليوم ركزنا على منطقة الخواصر لأي سيدة بتعاني من هاي المشكلة. بشوفكم بحلقة بكرة، باي باي. داء الألزهايمر هو اضطراب عصبي متفاقم بيؤدي لتقلص الدماغ وموت خلاياه، وهو السبب الأكثر شيوعاً للخرف، فهو حالة بتتضمن انخفاض مستمر بالقدرة على التفكير وبالمهارات السلوكية والاجتماعية، وهذا اللي بيأثر بشكل سلبي بقدرة الشخص على العمل بشكل مستقل. وبحسب آخر الدراسات والإحصاءات يا رنا 60-80% من كبار السن يلي بيعانوا من الخرف بيكون داء الألزهايمر هو السبب الرئيسي. عن داء الزهايمر والنسيان رح يكون موضوع حديثنا مع الاختصاصي بالأمراض العصبية الدكتور عمر كشكي. صباح الخير دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور. يعني أكيد في كتير أشخاص يمكن سمعانين بهذا المرض وعم يقولوا أنه هو بيصيب كبار السن، وبنسمع دائما أنه كبار السن ما عاد تذكر أولاده، ما عاد تذكر بيته، ما عاد تذكر بعض حتى من ذكرياته الخاصة. خلينا نبدأ بالتعريف العلمي دكتور للألزهايمر، كيف الطب عرفه؟ إذا بدنا نعرفه علميا بصراحة أنتوا تقدمتوا عن المرض هلأ حكيتوا جزء من التعريف، أنه هو طبعا أولا من أكثر الأسباب شيوعا لإصابة بالخرف عند الكبار بالعمر. هو مرض يؤدي لضمور الدماغ مثل ما حكيت رنا. بالبداية بصير في عنا تخريب للبروتين موجود بغشاء الخلية العصبية. تخرب هالبروتين هذا بينتج عنه تراكم هي المنتجات السامة عن هذا البروتين داخل الخلية العصبية. مع الوقت هذا التراكم رح يؤدي لتدمير هاي الخلية العصبية، فبتفقد شكلها وبتفقد وظيفتها. لهيك حكيتي كلمة مهمة اللي هو ضمور، بالعامية أو بالطبية بقول شرينك، بالعامية كش أو ضمر، صار في ضمور بالدماغ.
فاذا بصير في عندنا تخريب بغشاء الخليه العصبيه، هالتراكمات تبع خلينا نقول السامه اللي نجت عن الخلايا بتتجمع داخل الخليه العصبيه بتؤدي لموتها. مع الوقت طبعا تظهر الاعراض العصبيه الغير عكوسه والمترقيه اللي بتبدا باضطراب ذاكره، اللي مثل الكل نحن الاشياء عشان بنعرف انه الزهايمر هو بيعمل اضطراب ذاكره، بس هو بالحقيقه ما بوقف عند اضطراب الذاكره، هو راح يمشي لاكثر، راح يساوي اضطراب السلوك، راح يساوي اضطراب بالتفكير، راح يساوي اضطراب بالجادجمنت بالحكم وبالتفكير، فإله علاقه مو بس بالذاكره وانما بجميع الوظائف الاستعرافيه للدماغ. تمام. طب دكتور بيتظاهر ايضا باعراض حركيه، باعراض وظيفيه، يعني ما بعرف ليش بنربط نحن الزهايمر بالرعاش، لهم علاقه ولا لا؟ لا، الرعاش موضوع ثاني، خليني احكي عن شغله طالما حكينا عن الرعاش. في عندنا مادتين اساسيات بالدماغ خلينا نقول للنقل والتواصل بين الخلايا العصبيه، الاسيتيلكولين من جهه والليفيدوبا من جهه. هلا في مريضين في مرضين بيتعاكسوا تماما اللي هن الباركنسون والالزهايمر. بصراحه الاسيتيلكولين هو المسؤول خلينا نقول عن الذاكره، لما بينخفض الاسيتيلكولين رح يصير عنا الالزهايمر، ولما ينخفض الليفودوبا رح يصير في عنا الباركنسون الرعاش. فالرعاش بصراحه هو مرض مختلف تماما، خلينا نقول بالميزان هو مختلف عن هن مرضين متعاكسين. حبيت اسال حتى نفرق بيناتهم. تمام، بس هو قد يؤدي لاضطرابات حركيه، يعني الالزهايمر بمرحله من مراحله، بصراحه بمرحله السابعه بنجي على مراحله بالنهايه، المريض هو لزيم الفراش، ما بيقدر يتحرك، ما بيقدر يعمل اي شيء لسببين. السبب الاول هو بصير في تاثير على الخلايا الحركيه او المراكز الحركيه بالدماغ، والسبب الثاني بما انه عم نحكي عن اضطراب ذاكره فالمريض يعني خلينا نقول طلع من هالعالم فكريا. لا تماما، يعني رح اقول لك مثلا هو بمرحله من المراحل بينسى كيف بده يبكي الزر، يعني بينسى ابسط المراحل، بمرحله من المراحل بينسى كيف بده يبلع، يعني بصير لقمة تمه بضل بيمضغ وما بيعرف شو بده يعمل فيها، وبمرحله من المراحل ما عاد يعرف يمشي، لانه موضوع المشي هو حركه كثير معقده، يعني هو مجموعه عده وظائف بالدماغ عم تصير لحتى نقدر نحن نخطي هالكام خطوه. فبصراحه تدمير هالخلايا العصبيه كمان بشكل مباشر لانه عم ياثر على الخلايا الحركيه، وبشكل ثاني اثر على الوظائف الاستعرافيه عند الشخص وما عاد خلاه يعرف كيف يمشي. تمام. طيب يعني بس نسمع هذا الشيء دكتور، يعني الله يحمي كل اهالينا ويحمي كل الكباريه، دائما بنسمع انه هو بيصيب كبار السن بمراحل عمريه معينه، اكيد هو ما بيصيب يمكن كل الكبار ولكن هو ممكن يصيب فئه معينه، هل ممكن هو فعلا يصيب بس الكبار، وهل ممكن الوراثه تكون لها دور بهذا الموضوع؟ طيب هلا كلمه كبار هون بمرض الزهايمر مختلفه شوي عن باقي الامراض، يعني انا لما بدي احكي عن الزهايمر شبابي خلينا نقول، لما اقول هذا الزهايمر شبابي ما بقصد حدا عمره 20 سنه صاب بالزهايمر، كل حدا تحت ال 60 ظهرت عنده الاعراض هذا بنسميه الزهايمر مبكر او شبابي. فاذا نحن لما بينصاب حدا تحت ال 60 بصراحه هذا بنسميه شبابي او باكر، انه نحن عاده الاعراض بعد ال 60، يعني 5% من المرضى هن عمرهم فوق ال 60 و 50% من المرضى تقريبا عمرهم فوق ال 85، فهو مرض اذا فعلا متخصص لكبار العمر، ولكن قد يصيب الشباب اللي حكينا بمصطلحنا الشباب بالالزهايمر، نحن عم نحكي عن تحت ال 60. تحت ال 60 تمام. شو اللي ممكن يؤدي لاصابه الشباب؟ حكيتي شغله كثير مهمه هي الوراثه. في عندنا اربع مورثات مسؤوله عن المرض بشكل اساسي لحد هلا مكتشفين، بريسينايلين 1، بريسينايلين 2، الابوليبوبروتين 4 والاميلويد، تراكم الاميلويد، هدول الاربع جينات بصراحه الاول اثنين اللي حكينا عنهم بريسينايلين 1 و 2 هن المسؤولين عن الاصابات الباكره، يعني اللي عنده طفره بهدول الجينات طبعا ممكن ينعمل دراسه جينيه للناس اللي عندهم استعداد وراثي خطوره عاليه، وممكن يعرفوا هذا الشيء بشكل مبكر، هم ما انا موجوده عندنا بس برا ممكن تنعمل دراسه جينيه، هدول الاشخاص قد تظهر عندهم الاعراض قبل ال 60 سنه. اوكي رح نكمل بحديثنا دكتور، ولكن اسمح لنا ناخذ اول اتصال حتى ما نطر جولييت من جبله اكثر. صباح الخير يا جولييت. الو صباح الخير. اهلا وسهلا فيكي، سؤالك للدكتور تفضلي. عندي والدتي صار عمرها تقريبا 60 سنة، عندها يعني اضطراب بسلوكها فهي صدمة عصبية، هالاضطراب عم بيأثر علينا وعلى الجيران ومشاكل، يعني ما بعرف شو الحل، ما يعني الأدوية ما عم بتفيدها. طيب حنرجع نعيد شوي لأنه ما كان كثير واضح الصوت، الوالدة 60 سنة عمرها عندها اضطراب بالسلوك وعصبية. تماما تمام. في شي سؤال دكتور بدنا نسألها لحتى نستوضح أكثر؟ 60 سنة الوالدة عمرها، عندها اضطراب بالسلوك وهيك خلقها ضيق وعصبية، في شي مثلا أدوية معينة والدتك عم تتناوله في حالة مرضية، سكري، ضغط، توتر؟ لا أمراض ما في الحمد لله، بس معدة وعم تاخذ أدوية عم بتنيمها بس. بلكي أنتم عم تزعجوها وتعصبوها يا جوليات. هذا ممكن يكون وارد. هذا هو السبب.
طيب حاولنا نأمن لها جو مريح، بس هي صدمة عصبية بسبب في أوضاع يعني خاصة. تمام. طيب. الله يحمي لك الوالدة يا رب، ورح تسمع الجواب من الدكتور. طيب هلا نحن رح نربط السؤال اللي حكيته بالشيء اللي عم نحكي عنه، هو بعيد شوي عن اللي عم نحكيه، ولكن مريض الألزهايمر بيوصل لمرحلة كمان بصير في عنده اضطراب بالنوم واضطراب سلوك واضطراب بالمزاج، ممكن يفوت بالاكتئاب. الشيء اللي عم تحكيه ما بظن هي ما حكت عن اضطراب ذاكرة، هي حكت عن 60 سنة واضطراب بالمزاج، خلينا نقول هذا له علاقة بالموضوع النفسي، يعني ممكن يكون موضوع قلق عام، ممكن يكون موضوع اكتئاب. صعب صراحة نحن نوصف دواء هيك بدون ما ينشاف مريض، لأنه بدنا نعمل بحث شو سبب. قد يكون فعلا ارتفاع سكر يعمل مشكلة بالمزاج، قد يكون مشاكل عوز الفيتامينات يعمل نقص بالمزاج، قد يكون إصابة الجهاز العصبي المركزي بإنتانات ممكن تعمل اضطراب بالمزاج. بالنهاية لما يكون كل شيء عضوي سليم بنروح للشيء النفسي، بنفكر بالموضوع النفسي وبتم العلاج تحت استشارة طبيب نفسي. بس الأدوية النفسية كثيرة وكل دواء له ميزات، يعني هي عم تقول دائما عم تضل نايمة من الدواء، في أدوية ممكن تصحي ما تنيم، فممكن الطبيب النفسي يلجأ إنه يعطيها أدوية تصحيها ما تنيمها إذا هي من الأشخاص اللي عم تميل للنوم كثير على الدواء. بس صعب يعني اذكر نوع دواء انه تاخذه المريضه بدون ما يكون الطبيب شايف المريضه وفحصها وشايف شو حالتها. طبعا بنكون شايفين اكيد كل التحاليل وكل هي الامور. طيب خلينا شوي نحكي عن موضوع التشخيص دكتور، يعني خلينا نوضح اول شيء الألزهايمر لحتى نحن نوصل خلينا نقول لمراحل النسيان، لمراحل نسيان سلوكيات وتصرفات بسيطه، هل هي بتمرق بمراحل او خلينا نقول بدرجات، ولا هي ممكن نحن فجاه نشوف المريض هو بحاله خلينا نقول سيئه او بحاله تكون كثير كبيره؟ الألزهايمر مرض مثل ما حكينا مترقي، هو ما له مرض حاد، يعني ما في شيء يظهر بالألزهايمر فجأة. يعني أحيانا بيجي فعلا بعض المرافقين بجايبين والدهم أو والدتهم إنه امبارح كانت منيحة اليوم ما عاد عرفت حدا معه يكون ألزهايمر. ما في ألزهايمر بيجي بيوم وليلة أبدا، الألزهايمر مرض مترقي خلال سنوات خلينا تراكمي، فإذا في له مراحل. نعم، بالمرحلة الأولى بصراحة هي بنسميها المرحلة ما قبل السريرية، يلي أساسا ما بيكون ظاهرة أبدا شيء على المريض ظاهريا، ولكن في اجراءات، في مثل صور الرنين الوظيفي او البيت سكان، هي ممكن تكشف اليه العمل داخل الدماغ، ممكن تحدد اذا المريض هو بالمرحله قبل السريريه للمرض، وهي ممكن تنكشف قبل 10 ل 15 سنه من بدايه ظهور الاعراض. يعني ممكن حدا عمره بال 40 وبال 50 ينكشف عنده، يعمل تشيك اب. طبعا هي الصوره برجع بقول هي بالمراكز الابحاث وليس مو متاحه للسكريننج العادي. تمام، هي المرحله الاولى للمرض. المرحله الثانيه هو النسيان العادي يلي ممكن كلياتنا نحس فيه، يعني نحط غرض ما نتذكر وين حطيناه، بدنا نستذكر اسم حدا ما نتذكره. والله على حكيك يا دكتور لا مشان ما تخاف، هلا هذا اسمه النسيان العادي اللي كلياتنا صرنا لما رنا عم تحكي وحضرتك عم تحكي حالة النسيان كلنا بنمر فيها لفترة معينة، يعني بنكون عم ندور على الساعة مثلا اخر شيء بنطلع لابسينها بايدنا، او مثلا عم ندور على القلم مثل ما قلت بيطلع عم ندور على الموبايل ونحن عم نحكي فيه مثلا. هلا هذا له علاقة بنقص التركيز اكثر من يكون تشتت تماما، هذا له علاقة بالضغوط بالتوتر بالضغط العمل بنقص الفيتامينات. يعني خلينا انه كثير شباب بيراجعونا انه خايفين كمان موضوع الزهايمر عندهم، اشياء الاسباب هي بتكون التوتر وعوز الفيتامينات على راس الدال والبي 12 هن اهم اثنين ممكن إذا كانوا ناقصين تعويضهم عند الشباب يحسنوا هي الأعراض عندهم. فصراحة عند الشباب برجع بقول أندر من النادر إنه نشوف حالات عند الشباب. في أنواع تانية من الاضطراب، من العتاهة خلينا نقول، أو اضطراب الذاكرة أو الخرف ممكن يصيب الشباب، أنواع تانية وراثية غير الألزهايمر، ولكن هي نادرة ألزهايمر. مو ألزهايمر. تمام، المرحلة الثالثة خلينا نقول بصير النسيان واضح أكثر وبصير ملحوظ. عادة المريض ما بيلاحظ على حاله، يعني اللي بيجي ما بيجي المريض على العياده بيقول لي انا عم بنسى، مريض الألزهايمر انا بحكي عن مريض الألزهايمر، بينما مريض العتاهه الشيخيه اللي مرتبط بالعمر ممكن يجي المريض هو على العياده ويقول لي انا عم بحس حالي لانه بنسى. اصلا هذا المريض واعي. انا بتضايق من مقاطعتك لانه معلوماتك جدا قيمه دكتور، ولكن كمان في متصلين ناطرين على التليفون حابين ياخذوا من معلوماتك. ايضا رحاب، صباح الخير. الو صباح الخير يا رحاب. الانين صباح النور يا هلا. اهلا وسهلا فيكي، علوا لنا الصوت زملائنا لو تكرمتم، وسؤالك للدكتور يا رحاب. دكتور والدتي عمرها 80 سنه. نعم. بتتوهم انه عندها بنات صغيره بتروح بتدور عليهم، بتطلع من البيت بتدور عليهم. تمام. ووالدي 70 ونص متوفي، وبتعتقد انه لهلا عايش، وكل يوم عم بيجي المساء لعندها والصبح بيروح على الشغل. طيب. هل فينا نعتبر هذا الزهايمر؟ يا ترى هي عندها اضطراب ذاكره؟ يعني هي عم تنسى؟ احيانا بتكون دكتور مركزه تركيز كامل، يعني بتعرف كل شيء، وقت تصيبها هي الحاله الاضطراب بتحسها انه ملبكه شوي. لا هي بتنسى الاحداث اليوميه، يعني ممكن تسالك نفس السؤال اكثر من مره بنفس اليوم، يعني انه مثلا هي او هي بتنسى اذا اكلت، اذا صليت، اذا اجى لعندها فلان امبارح. اذا سالتها اكلت شيء بتقول لك ما اكلت شيء، ممكن تكون ماكله، يعني لا ما اكلت شيء.
طيب بدي جاوبك على سؤال. بتعرف كل الأشخاص هي مدركي مثلا التصرفات اليومية مدركي عليها. طيب أنا رح جاوبك على سؤالك. هو لو صبرنا شوي ومشينا بمراحل الزهايمر كنا رح نوصل لهي المرحلة. تمام. هلأ إذا كانت والدتها ما أخذت منها جواب شافي، بس إذا كانت والدتها فعلاً عندها أعراض نسيان، فبمرحلة من المراحل اللي هي بالمرحلة الرابعة والخامسة ببلش الشخص مريض الألزهايمر يصير عنده خلينا نقول انخداعات وهلوسات. يعني ممكن هو يحط فكرة بباله وخلص إنه ورد عم يحاول يجسس علي دائما، وهي فكره تهيؤات هي مستحيل تروح من عندها، انه انا مقتنع انه ورد عم يحاول يجسس علي، لا حدا يقنعني غير هي. الهلوسات انه ممكن يصير يتخيل شغلات غير موجوده، ممكن يشوف حشرات بالبيت هي ما انا موجوده، ممكن يشوف اشخاص يزوروه هن ابدا ما انهم موجودين. هي بمراحل متقدمه، بمراحل بالمرحله الرابعه والخامسه من المرض. كنا رح نجي عليها هي الهلاسات، لانه حكينا المرض مو بس مرض ذاكرة، هو مرض بيأثر على جميع الوظائف الاستعرافية. فمرحلة مراحل بيعمل هي الإهلاسات، ومريض صعب يعني صراحة بيقتنع بهي الفكرة، يعني بس أخذ فكرة بيقتنع فيها وبتشبث فيها وصعب إنه يغيرها. فمثل ما عم تحكي ممكن هي تقول إنه جماعة زاروها وشافوها. إذا كانت هي عندها مشكلة ذاكرة بالأساس واصلة لمرحلة من الإهلاسات، فممكن يكون فعلا واصلة لمرحلة الرابعة أو الخامسة من الزهايمر. أما إذا ما كان عندها مشكلة ذاكرة، يعني هي ذاكرتها منيحة ما عندها اضطراب ذاكرة، فما فينا نسميه هذا الزهايمر، لانه بالشيء اللي عم نحكيه بالمراحل اللي عم نحكيها ما في الزهايمر يبلش بس بتهيؤات وتخيلات، بده يكون وصلنا بالمرحله الرابعه او الخامسه لنوصل لهي المرحله. يكون مرق بمراحل قبل منها لازم يكون انشافت. تمام، يعني اتمنى الصحه والسلامه للجميع. والحقيقه الحديث بهذا الموضوع وبهذا المرض تحديدا يطول جدا، ويمكن لسه في كثير معلومات ما حكينا عنها، ولكن حبينا نعطي فكره عامه عن هذا الموضوع ان شاء الله بحلقات قادمه، حتى بنحكي شوي على العلاجات المتبعه والطرق الاخرى. واكيد بنعتذر من كل الاشخاص اللي عم يتصلوا فينا، لانه كثير اتصالات كم هائل يا دكتور، ما قدرنا اكيد ناخذها خلال الحلقه. ان شاء الله اكيد بحلقات قادمه. بنشكرك كثير دكتور. رح نحكي بالعلاج دكتور، ورح نحكي بانواع الالزهايمر بشكل تفصيلي يمكن الاسبوع القادم، فبدنا ناخذ موعد من حضرتك من الان. إن شاء الله. شكرا لوجودك معنا، واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. يسعد صباحكم مرة ثانية بهالأجواء الرائقة. عم نطلع عليكم رنا وأنا، وصارت معنا هدى لتخبرنا الأخبار الفنية يلي عم تصير على الساحة العربية. صباح الخير يا هدى. بونجور ورد. بونجور هدى. بونجور رنا، اشتقنا لك كثير. أنا اشتقت لكم كثير كثير، اشتقت لأخبارك، يعني هيك بلشتي لي اليوم بعمرو دياب، فيعني احذري شوي. تاخذي لايك. إيه بيج لايك. ليكي أنا يعني أنا أكيد ما فيني أفصل حالي عن جمهور عمرو دياب. أيه. يعني أنا بحس تحديداً يلي من عمري، خليني أقول كان عمرو دياب أو إلى الآن هو النجم المفضل والوحيد. أيه. وعينا عليه بتحس صراحة. أيه. يعني الهضبة، يعني شو ما عمل وشو ما ساوى بضل تحت الأنظار. ومؤخراً مو عمرو دياب يلي عم يعمل، صار في أسماء مرتبطة بهذا الشخص، يعني عائلته بنته ودينا الشربيني. ما فينا نفصل دينا الشربيني عن هذا الاسم. السبب انه دينا اكيد صارت من اهم الممثلات المصريات، هي تعتبر نجمه صف اول، وهي دائما بتقول انه الفضل الاول والاخير لعمرو دياب. ما بتنكر هذا الشيء؟ لا ما بتنكر، لانه كثير ساعدها وكثير دعمها وكثير مسك بايدها، وحتى في اكثر من موقع بياكدوا عفوا بياكدوا شكرا بياكدوا انه هو قال لها انا معك كرمال انه تكوني موجوده بالساحه الفنيه. حتى هي قالتها اكثر من مره. ليش كل هي المقدمه للصراحه؟ دينا الشربيني او كان عيد ميلاد بنته نور هي بتكون بابنه شيرين رضا زوجته الاولى لعمرو دياب. هي نور كان عيد ميلادها من يومين، فحبت دينا الشربيني انه تعايدها، وكتبت له بالضبط، انا جايبت لكم المعايده تماما، فكتبت له بالضبط انه كل عام وانت بخير، انا بحبك كثير، وحتى يعني انا بتمنى لك ايام كثير سعيده وحلوه. ونور ردت بطريقه كمان كثير حلوه انه انت حدا غالي كثير على قلبي،
وانا كثير بحبك وبحترمك اوكي، ولكن هذا الاخذ والرد والحب على العلن بين دينا الشربيني ونور ابنة عمرو دياب بلشوا العالم انه اكيد رجعوا، بلشت الاسئله بقى والتحليلات انه اكيد هاد خط رجعه من دينا الشربيني حتى تراضي عمرو دياب، اكيد نور ردت كرمال ابوها. هذا كله اشاعات وهذا كله ما انه اكيد، ممكن يكون في جزء اكيد، ولكن رح رجعكم لشهر 11 2020 لسبب الانفصال التام طبعا لا دينا ولا عمرو دياب اساسا اكدوا هذا الموضوع يلي صار بوقتها، انه عمرو دياب طرد دينا الشربيني من بيته بشكل واضح وقال لها انه نحن خلص انتهينا. ومين يلي نقل هذا الحكي؟ الجيران المحيطة ببيت عمرو دياب، وقالوا انه السبب انه هي كانت مصرة انه يصير هذا الحب او رسمي. هذا الزواج السري، لانه هو طالع انه في اشاعة كبيرة ولهلا متزوجين بالسر، هلا متزوجين بالسر، وهي طلبت منه انه انا بدي زواج علني. تمام، واكيد حقها هذا الشيء، حق لي منك طفل مثلي مثل الزوجات السابقات، وهي اساسا كانت موجودة معه بكل الحفلات، كانت موجودة معه بأغلب المناسبات ودائما بتعبر عن حبها لعمرو دياب، ولكن يبدو عمرو دياب رفض صحيح هذا الموضوع وكبرت القصة. وإلى الآن مو مؤكد في رجعة، ولكن في كتير يعني نسبة 60% عم بيقولوا لا لا ما في أمل للرجعة، ما في أمل، لأنه في كتير ناس دخلت صلحة ما نقول هيك بالعامية بين دينا الشربيني وعمرو دياب، ولكن ما في أمل، عمرو دياب اخذ ما انحلت الامور، مش عاوزين. وانا اكيد عم بحكي عن عمرو دياب ودينا الشربيني، ما فيني ما نسمع انا وياكم سوا اغنيه لدينا الشربيني تحديدا من عمرو دياب، برج الحوت. برج الحوت، يلا. يعني انا ما فيني نهائيا ما اسمع هاي الاغنيه واتذكر امال ماهر يلي بصراحه هاي الاغنيه انكتبت لها وتغنت باهم صوت اللي هو الهضبة عمرو دياب بوعد من زوجها، ولكن للأسف أمال أعلنت اعتزالها الأسبوع الماضي، ونتمنى أكيد أنه تتراجع عن هذا الموضوع. تفاصيل أكثر رح أخبركم عنها باستوديو إن شاء الله هذا الأسبوع، تحديداً عن اعتزال أمال، عن تحديداً اعتزال. بس هاي مو أول مرة بتعتزل أمال ماهر، مو أول مرة، لا مو أول مرة، هي سابع مرة بتعلن اعتزال وقت صار في، يعني في احتمال تتراجع، وقت صار في مشكلة بينها وبين شركة إنتاجها الخليجية وزوجها تماماً، سحبوا لك الأغانية من اليوتيوب صحيح، وبعدين رجعت على الساحه شوي، يبدو عم يحاربوها. ورد حرقني بدي اقول لكم، ورد قال لكم تفاصيل بدي اقول لكم، لا في تفاصيل اكثر مع هدى بالاستديو اكيد. مزبوط مزبوط، ورد عم تحكي 100%، في كثير اشياء ورا هذا الموضوع ان شاء الله رح نكشفها الاسبوع القادم بحلقه استديو هذا الاسبوع. خبر التالي، يعني انا بركض ورا خليني اقول الاسماء يلي عامله ترند، اوكي نجوى كرم من وقت اللي بلشت بالمسيره الفنيه هي ترند على طول على طول، ولكن حفله يلي كان بالرياض الجمعه الماضي كان ترند، يعني العالم كلها حبت هاي الرجعه، حبت اللوك لنجوى كرم. اساسا نجوى كرم من الفنانين يلي مشهوره باناقتها تماما، يعني ما في فستان بتلبسه، ما يعني العالم كلها بتحكي بالاناقه طبعا. والله مو بس البنات، انا بحسه جزء كثير مهم من الفنان، خلينا نقول او من من الطله اللي هو بيطلع فيها، هو شيء مهم انه هو يقدمه كمان طلته ورتابته الشيء اللي عم يلبسه كان شاب او بنت. يعني طبعا رنا ونجوى كرم فعلا بيتسجل لها هذا الموضوع، دائما بتختار بعنايه كيف اطلالتها، شعر الميك اب والاغاني اللي بتغنيهم، يمكن اقدم غنيه لها او اجدد غنيه لها بدها تكون هيت وترند لهلا، يعني في كثير لها جمهور نجوى كرم الضخم اساسا، هي بتقول جيشي، يعني هي بتعرف شو في وراها وفي شو عندها جمهور. هذا الجمهور يلي كان موجود سرب لنا مقتطفات من هذا الحفل، وانا اكيد جبت لكم اياها لحتى نشوف كيف كانت اطلاله نجوى كرم والغنيه اللي غنتها، كمان نسمع منها جزء بسيط وبرجع. كتير حلو شو بعمل فيه، انا خايف ينجح كتر الحلا يزيد، انت كتير حلو كتير حلو شو بعمل فيه، I'm not afraid of the dark.
يعني بهذا الحفل غنت كثير اغاني لها قديمه وكان الجمهور كثير متفاعل مع هاي الاغاني، وبصراحه هي على المسرح عبرت عن سعادتها بهذا اللقاء. يعني فيروس كورونا والفتره اللي كانت صايره بعد الفنانين عن جمهورهم بشكل مباشر ولايف، وبيضل اغنى او احلى واغنى بصراحه الغناء على المسرح. ونجوى كرم كانت كثير سعيده، كانت عم ترقص بصراحه باغلب الفيديوهات، مع انه هي حدا هيك بتحسيها كثير كلاس وكثير حركاتها على القد. بهذا الحفل كانت كثير كثير سعيده. خبري التالي بصراحه مريهان حسين، هي الفنانه هي خريجه برنامج ستار اكاديمي من اكثر من 12 سنه. مريهان حسين سجلت لها اسم بالتمثيل، ما كملت غناء، ما حبيت، لقت حالها بالتمثيل اكثر. ولكن مريهان صار لها سنه ونص عم تثبت لنا لها موهبه ثانيه، انه انا في شغله ثانيه بعرف اعملها مميزه فيها شوي. هذا المقطع اللي هلا بدنا نسمعه ما رح احكي عنه كثير بصراحه، هو لحاله بدل شو عم تعمل مريهان. انا مع نسمع ونشوف هي الشخصيه، ما بعرف اذا الكاركتر وصلكم هي مين عم تقلد. نبيل عبيد 100%. خلونا نشوف نبيل عبيد وبمريهان حسين والميك اب وكيف قلدتها باكثر شيء مشهوره فيه نبيل عبيد. خلونا نشوف هذا الفيديو وبرجع. انا سونيا سليم الرقاصه يا خالد بيه مذكور، لسه الكارت بتاعك عندي شايله مع مجوهراتي في الخزنه. اي نعم بتوع السياسه مكرين، لكن ربنا يكفيك شر مكر العوالم. كل سنه واحنا طيبين، كل سنه واحنا فرحانين، كل سنه واحنا مبسوطين. عرفتوا مين؟ نبيل عبيد. يعني انا وقت شفت هذا الفيديو ما قدرت ما اعرضه وتشوفوا اول شغله مريهان حسين الميك اب هي عملته لحالها. يعني كمان هذا علم على فكره لحاله، انه انا فيني بالمكياج تحديدا اعمل شخص بيشابه اكيد شخص ثاني. عملت نفس هدول الثياب اللي عندها هنا، ثيابها من البيت، وهذا اكيد تطبيق تيك توك يلي اغلب الفنانين بيعملوا عليه. مريهان حسين عم بتسجل علامه كثير قويه بتقليد الفنانين، ومو بس نبيل عبيد وهذا الفيديو، هي كمان قلدت انغام كمان نفس الطريقه، مكياج ولبس معين عندها من البيت والشعر. قلدت اليسا، قلدت كثير من الفنانين. ولكن نبيل عبيد حسب قول اكيد الناس اللي عم تشوف هذا الفيديو هي الانجح، كثير الناس حبيت كيف عم تقلدها. ما منطقيه قديش شبه قوي ظابطه معها عن جد، كثير ظابط معاها الحركات. وضحكي اخر شيء تبع نبيل عبيد ليك هي تماما، انا قلت هيدا الكلمه قبل ما نشوف الفيديو، ضحكت نبيل عبيد يلي بيعرفها ويلي بيحضرها بيفكروا انه سهل نقلدها، ولكن لا الضحكه يعني لحالها قصه اكيد. اخر خبر معي لليوم هو عن الفنان جوزيف عطيه. جوزيف عطيه غنى للحلوين وكل البنات حلوين، يعني ما فينا نهائيا نفصل. هي الاغنيه بصراحه ما صار لها خمس ايام اكثر شوي نازله، هيت الموسم. السبب يمكن البنات بيحبوا يسمعوا اغنيه لالهم. اوكي جوزيف عطيه شوي قايل عن البنات نوعا ما مجانين، بس اكيد هو ما بيقصدهم كلهم، وهذا التعليق اللي عم قلكم اياه اكيد مو انا جايبته. اغلب التعليقات على هاي الاغنيه نحن مجانين اوكي بس حلوين، يلا تمروا بس حلوين اكيد. وهيك كان هاي الاغنيه عن جد كانت هيت كثير هذا الموسم. بالاضافه انه جوزيف عطيه رح لكم هيك بشكل سريع شو عم بيحضر، يعني عم بيحضر اكيد لالبومه جوزيف عطيه خمسه. في اكثر من لهجه، في اردني، في خليجي، واكيد في لبناني، وهي اللي هلا بدنا نسمعها هي بالمصري. تمام يلا نسمع. الموسيقى الصيفيه نظامي مثل ما قلتي لي رنا، كثير يعني هيك فريش بتحسيها الاغنيه. هو موسم الصيف وفعلا يلي بدنا اكيد ما رح تزبط تنزل معه مثلا بعيد الميلاد مثلا او بكوانين. تماما جوزيف عطيه حدا من اكثر الفنانين يلي مشهور بالذكاء، يعني بيعرف شو بده يعمل، كلمه غنيه وحتى فيديو كليب. اوكي الكلمات شوي البنات انتقدوا ولكن لا بس حلوه الاغنيه وحتى البنات بحبوها بظن بحبوا لها جوزيف عطيه معترفين البنات وعامل لهم شعراته مشقر حاله كمان و...
ولوك جديد وصيفي. في بنات ما بيهمهم الشكل يا ورد، مهتمين بالكلمات اكثر. شكرا يا هدى، اخبارك كالعاده بتغير الجو وتاخذنا هيك للموسيقى يلي هي غذاء الروح. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير هدى. شكرا كثير رنا. شكرا. شكرا كثير لك. طبعا هلا الخبر اللي هلا بدنا نحكي عنه يعني هيك من اخبار الفن لشوي للاخبار الغريبه. ورد هلا خبرنا ورد اكثر شو هو الخبر، بس فعلا كثير غريب، اول مره يمكن نسمع بهيك شيء. صح، وفي امهات ما بيجيبوا غير توائم، بتسمع بهالشيء يا هدى؟ اي طبعا، يعني بيقولوا اذا خالتها جايبه توم فهي اكيد حتجيب توم. تجيب توم ومن هالقصص. هو نيالهم بيجيبوا توم دغري، يعني اذا بدهم يخلصوا ولدين بيخلصوا دغري. هلا هي يعني نيالهم ومو نيالهم يعني منيحه، بس انه اكيد التعب بيكون مضاعف. وانا شقت توم يعني اكيد مضاعف. انت كمان انت بتعرفي المعاناه. ماما بتقلي بصراحه، انا ما جربت. رح نروح لنشوف هذا الخبر الغريب. ففي بالهند قريه اسمها قريه التوائم كودينهي، هيك سموها، وهي لفتت نظر العلماء، ومكتوب على مدخل القريه الهنديه انه هي قريه التوائم ترحب بكم، وهي تحديدا بمنطقه مالابورام. طبعا هي القريه يعني اكتسبت شهرتها قريه التوائم بسبب انتشار ظاهره غريبه وحيرت العلماء اللي هن ما توصلوا لسبب لحد الان. فالنساء بهي القريه ما بيجيبوا او ما بيولدوا غير توائم. تفاصيل اكثر بهالتقرير. يحاول العلماء والأطباء الكشف عن سبب ارتفاع معدلات التوائم غير المعتاد في قرية كودينه الهندية، وهي قرية صغيرة تقع في ولاية كيرالا الجنوبية، حيث يوجد قرابة 2000 أسرة لديها أكثر من 450 زوجاً من التوائم. فما قصة تلك القرية؟ وفقاً للأطباء والسكان المحليين، فقد بدأت الأعجوبة الطبية قبل ما يقرب من 60 إلى 70 سنة، ولا يزال أقدم زوج من التوائم هناك على قيد الحياة، ويعتقدان أن هذا الحدث فريد من نوعه للقرية، ويقولان هذه نعمة من الله، هذا كل شيء، العلم لا يمكن أن يثبت شيئاً، نحن نشهد الآن ولادة توائم ثلاثية ورباعية أيضاً. وأجرى فريق آخر بحثاً عن مقاييس الجسم البشري مثل الطول والوزن والتحليل الفوتوغرافي، أي أشكال المظهر الجانبي والوجهي، والخصائص الإطباقية، أي حالة الأسنان وخصائص الإطباق بين التوائم. ولكن حتى الآن لا تزال البيانات التي تم جمعها من العديد من التوائم تخضع لتحليلات أعمق دون التوصل إلى نتيجة ملموسة. ويعتقد أطباء آخرون كانوا يدرسون القضية من كثب أن هناك بعض المواد الكيميائية أو مكونات في الهواء أو الأرض أو الماء تحفز مبيض الأنثى لإنتاج بويضات ثنائية. ويؤكد الأطباء والباحثون أن الوضع في هذه القرية مميز، ولا توجد طرق صناعية مستخدمة للحمل، ولا تستخدم السيدات حبوب منع الحمل أو منشطات التبويض. في اعتقاد بعض الأطباء أنه سيتم الكشف عن المزيد من خلال دراسة جينية وبيئية تفصيلية، والمهمة هي معرفة ما هو المحفز. إنه أمر يحتاج إلى بحث مستفيض. يسعد صباحكم. عن جديد، احتفلت المدرسة الباكستانية الدولية بدمشق بتخريج دفعة جديدة من طلابها للعام 2021 بحضور السفير الباكستاني ووزير الثقافة. كاميرا صباح الخير كانت بالحفل ورجعت لنا بهالتقرير. أقامت المدرسة الدولية الباكستانية بدمشق حفل تخريج دفعة جديدة من طلابها بالمرحلة الثانوية بحضور السفير الباكستاني سعيد محمد خان ووزيرة الثقافة لبانة مشوح وعدد من الشخصيات وأهالي الطلاب بفندق داماروز وسط دمشق.
المدرسة الباكستانية كما المدارس الأخرى في سوريا لقيت دعما من الدولة خلال كل سنوات الحرب وظلت مستمرة في عطائها وفي مهمتها التربوية والتعليمية. أمل أن يكون هؤلاء الطلاب الخريجين الجدد دعامة للوطن في المستقبل ليبنوا مع بقية زملائهم في كل مدارس قطر وجامعاتها مستقبلا أبهى وأجمل لسوريا. المناسبة اليوم كبيرة ومهمة بالنسبة للحكومة الباكستانية. المدرسة الباكستانية الدولية هي جزء من السفارة، وهناك أهمية وترابط بين المدرسة الباكستانية والسفارة، وهناك تعاون كبير بين وزارة التربية السورية والمدرسة الباكستانية والسفارة، ووجود المدرسة يعزز التبادل الثقافي والتعاون بين البلدين. كان عمل جدا صعب للطلاب والمدرسين وقاموا بجهود كبيرة، ونحن نتمنى لهم التوفيق في حياتهم القادمة ونتطلع لأن نراهم في المستقبل يقومون بإعمار سوريا. احنا عندنا 62 طالب السنة، حياة صار لهم في منهم صار لهم معنا من الكي جي، يعني صار لهم معنا 12 سنة، فنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله هيك يعني عم يحس بقلبنا إنه هن رايحين، بس بنفس الوقت كثير فرحانين بتخرجهم. هلأ هاي المرحلة أكيد بنتمناها دائما من كل السنين الماضية، وما في شيء بيجي بالسهل، لازم دائما إنه تشتغلي على حالك لتوصلي لهذا الشيء، ومتى ما تعبتي وبعدين لقيتي إنه هذا الشيء إنه جاب نتيجة أكيد بيروح كل تعبك وتنبسطي. بدي بلش حياة جديد لأنه أنا أكبر، هلأ صاروا أكبر شوي، بدي أعلم كثير شغلات جديد، بدي روح للجامعة بعدين شغل وبعدين هيك شيء. بدأ الحفل بعزف النشيدين السوري والباكستاني وعرض فيديو لمسيرة الطلاب التعليمية وتلا توزيع الشهادات على الطلبة لها العام، وسط فرح الأهالي اللي تمنوا لأولادهم التفوق بخطواتهم التعليمية القادمة. لما نشوف الطبخ على التلفزيون بنقول ايه سهل، تعال مد ايدك طبق وطبق وجرب كمان بتلاقيه سهل. طبق اليوم صار جاهز. الكاري باللحم. المقادير: نص كيلو لحمة راس عصفور، كوب بطاطا مقشرة ومقطعة، 2 كوب بازيلا وجزر، 2 حبة بصل مفروم، كوب حليب جوز الهند، معلقتين كبار بهارات الكاري، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقتين كبار زبدة، ربع كوب كزبرة مفرومة، 4 سنتوم مهروس، 4 أكواب مي لسلق اللحمة. لسلق اللحمة بطنجرة على النار منضيف الزبدة والبصل، منضيف قطع اللحمة ومنضيف المي، نتركن على النار حتى تستوي اللحمة. بطنجرة تانية على النار منحط معلقة زبدة ومندوبها، منضيف البصل والثوم ومنقلبهم، منضيف البازيلا والجزر، كمان البطاطا والفلفل، منضيف الكاري ومنحركهم منيح، منضيف اللحمة المسلوقة والمرقة تبعها ومنتركهم على النار لمدة 15 دقيقة، منضيف حليب جوز الهند ومنقلبهم، منزينهم بالكزبرة المفرومة ومنقدمهم بهذا الشكل. صحتين وعافية.
يسعد صباحكم عن جديد. يعني هي الفقره اللي انا شخصيا اشتقت لها وانتم كل يوم بتنطروها بصباح الخير لحتى تشوفوا كيف حظوظكم وكيف ابراجكم، واكيد مع المدام نجلاء اباني. صباح الخير. صباحك خير يا رنا، مش كل المحطات اشتقت لك. يجعل ايامك سعيده. صباحو يا ورد، يجعل ايامكم دائما خير، مرتاحين مبسوطين. اليوم 14 حزيران يعني 14/6، كواكبنا صار فيها تغييرات لانه المريخ اول الكواكب الواصله الى برج الاسد. على فكره المريخ بس يدخل على برج الاسد خلال هلا هو 50 يوم بضل بنفس البرج، فممكن يكون شيء له علاقه بعنف او حرب، دائما بيصير هيك. طبعا ان شاء الله مو ببلادنا على كل الاحوال، بس اعتقد انه في شيء بس بده يدخل هيك يكرج مثل العاده، اكيد مو من اول يومين، بس انا اعتقد انه في شيء من العنف هو رح يزيد بوجود عطارد بقى او دخول الزهره كمان الى برج الاسد. هلا هي برج السرطان بدها لبدايه الشهر القادم لتدخل على برج الاسد. طبعا وجود المريخ في برج الاسد بخليني نبه مواليد برج الثور، مولود برج الاسد مو الاسد، الثور والعقرب والدلو عموما على المستوى الصحي. ما زال المشتري متقدما وهو كوكب الحظوظ السعيده في برج الحوت، اضافه الى عطارد ما زال متراجعا في برج الجوزاء. على الكوكبين بالذات بيعني انه مواليد برج العذراء القوس لازم ينتبهوا على امورهم لانه صايرين عصبيين اكثر مما يجب، اضافه الى برج الجوزاء والحوت شوي لازم ينتبهوا. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اليوم الاخبار مطمئنه، احد الايام الايجابيه اللي قادر انت تعتمد على من حولك، عم تترك الامور لتنضج كانه إذا أمور عملية، قادر تحسن أمورك بالعمل على كل الأحوال. اعتمد اليوم مولود برج الحمل على ابتسامتك تفاؤلك، يوم يعتبر جيد وإيجابي، وعلاقاتك العاطفية أو نقاشاتك ممكن تكون مجدية ومنطقية. عزيزنا مولود برج الثور، متعب 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 متعب، أحد أسباب التعب عائلي على الغالب. هلأ بدي بلش فعلياً أنه ننبهك صحياً، لألك أو لأحد أفراد العائلة، مو بالضرورة لك، خاصة إن حدا من أفراد العائلة إذا برجه برج مثل ما قلنا الدلو أو برج العقرب، فانتبه على هذا الجانب. على كل لا تدخل نقاش